السلام عليكم. موعد إطلاق وحش سامسونج جالاكسي اس 24 ألترا في وقت أقرب مما هو معتاد. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. دعمكم أصدقائي. الآن بعد أن أطلقت شركة سامسونج جميع هواتفها الرائدة لهذا العام، تحولت تركيز التسريبات إلى سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 24. موعد إطلاق سامسونج جالاكسي اس 24 حيث يتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة من سلسلة الجالاكسي اس في الربع الأول من عام 2024، ولكن اليوم تبدو الصورة واضحة بشكل أكبر بخصوص تاريخ الإطلاق. كشف آيس يونيفرس على منصة ويبو الصينية للتدوين المصغر أن سامسونج قد تطلق سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 24 في 18 يناير، ويشير إلى أن هذا قد لا يكون التاريخ الدقيق، ولكن من المرجح أن تعلن سامسونج عن هاتفها الرائد القادم في تلك الفترة الزمنية. يعني الكل يعلم على أنها كانت دائما تقوم بالإعلان عن هواتفها من الجالاكسي اس في فبراير وليس يناير، يعني في شهر جوج أو في شهر اثنان، والآن سوف يصبح إن شاء الله في 18 يناير، ربما في شهر واحد وفي تلك الفترة الزمنية. وتتوافق هذه الشائعات مع تقرير سابق أكد أن سامسونج ستطلق سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 24 في وقت سابق من المعتاد لمواجهة الطلب القوي على سلسلة ايفون 15 التي تم إطلاقها مؤخرا. مواصفات هواتف الجالاكسي اس 24 والاس 24 بلس والاس 24 الترا المصربة. يمكن أن تستخدم سلسلة الجالاكسي اس 24 معالج الاكسينوس 2400 في آسيا وإفريقيا وأوروبا، بينما يمكن أن تحصل كندا والصين والولايات المتحدة على نسخة سناب دراجون 8 الجيل الثالث من الهواتف الذكية، ويمكن أن تحتوي على كل من الجالاكسي اس 24 والاس 24 بلس على 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي في الرام وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، بينما يمكن أن تأتي أو يأتي الجالاكسي اس 24 ألترا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرا بايت. يمكن أن تحتوي أو يحتوي الجالاكسي اس 24 واس 24 بلس على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا بزاوية واسعة 12 ميجا بيكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجا بيكسل، بينما يمكن أن يأتي الجالاكسي اس 24 ألترا بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل بمستشعر جديد وكاميرا بزاوية واسعة 12 ميجا بيكسل وكاميرا تليفوتوغرافي فوتوغرافي بدقة 10 ميجا بيكسل مع تكبير بصري يصل حتى 3x وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجا بيكسل مع تكبير بصري 5x، وهذه الكاميرا الجديدة والثورة الكبيرة من كاميرا سامسونج. ويشاع أن جميع الهواتف في السلسلة قد تحتوي على شاشات سوبر أموليد بدقة كواد اتش دي بلس وسطوع قمة يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع. يمكن أن يحتوي الجالاكسي اس 24 على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في الساعة، بينما سيعمل الاس 24 بلس ببطارية بسعة 4900 ميلي أمبير، وسيأتي الجالاكسي الاس 24 ألترا مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة. ولن تقوم سامسونج بتغيير سرعات الشحن في هذه الهواتف مقارنة بسابقتها، ومن المحتمل أن تحتوي جميع هذه الهواتف على اتصالات بالأقمار الصناعية ذات الاتجاهين لحالة الطوارئ. برأيكم متى موعد إطلاق سامسونج جالاكسي اس 24؟ وما رأيكم في هذا التاريخ، يعني 18 يناير إن شاء الله بدلا من شهر 2 أو شهر فبراير؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.